اتفضل عمي بفرما بفرما عمي. وش يسوي سعود عندكم يا أم زينب؟ سعود ماكو سعود، منو سعود؟ اسمعي، أنا ضفيتكم ببيتي لأجل أعزكم، ما حد يذلكم أو يهينكم. صح عمي، وبالأجر من الخالق عز وجل، لكن لا سعود ولا طوال الشوارب يحدونكم على الحرام. لا عمي حرام أسويه، أنا راسنا مرفوع عمي، هذا بيت ما يدخل أحد إلا في الحلال، وبعدين هذا السعود مثل ولدي وزوج بنتي زينب. ها ايش تقولي؟ سعود رجل بنتك؟ يا عمي كذي جاهزين لحسانة بلحسان يا كوثر؟ تقصون على الولد وتهزونه بنتكم؟ مغاربة تشرونها لا؟ لا عمي، أهلك كله يدرون عمي، بس هم ما قالوا لك عشان يخافون منك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله ونعم الوكيل إن كانت صادقة، حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعي، تقولين حق ولدك اللي تقولين عنه ولدك لا يطق وجه وجهي لين يطلق بنتك. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي يا دوت بدوت يا خدا، بسم الله على بنتي، بسم الله على بنتي، دلهم دربي كنال ندارة تفعنقا وخالي يفشنق ندارة تفكرهم كذبون اسبوف لازم كانت يا ما بنتي يا بنتي يا أم بنتي أخي بنتي قناة دارة بنتي قناة دارة قناة دارة أيها قناة دارة بنتي قناة دارة. يبا شبيك يبا؟ شبيك يبا؟ لولوال اهدي علي، شبيك يبا؟ شبيك تعبان؟ اودي الطبيب؟ ما يبا خلي وخراني. يبا شبيك زعلان علي؟ وخراني. يبا شبيك؟ وخراني وخراني، ما احنا مخلينك انت تعبان. وخراني ما بعد، بسم الله ما بعد، وخراني ما بعد، بسم الله عليك يبا ما بعد.